اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا حتى في رمضان ان شاء الله على خير. احنا في رمضان مع بعض السنه دي 30 يوم وان شاء الله هيكون ميعادنا الساعه 4 ان شاء الله على خير، ميعاد مناسب اهو عشان تقدروا بقى ايه اللي يقوم من النوم براحته يوم على الحلقه على طول، مش مشكله ان شاء الله على خير. طيب انا هسيبكم ده تقرير صغير وهنرجع بعد التقرير نوضح حاجات مع بعض، يلا بينا. سيدة المطبخ المصري مسابقة قدمتها كنور فاين فودز لعشر سيدات من محافظات مصر المختلفة، والشيف علاء الشربيني كان موجود عشان يختار مين اللي هتفوز بخمسين ألف جنيه وتكون سيدة المطبخ المصري لعام 2016. أما باقي المتسابقات فازوا بشاشات تلفزيونية وشهادات تقدير. عاملين مسابقة سيدة المطبخ المصري بتلف مصر كلها بالاشتراك مع شيف علاء الشربيني، هو اللي بيعمل التحكيم. اي واحده ست دايما اهم حاجه بالنسبه لها ان هي تحس ان هي متميزه في الطبيخ، وده دور كنور بالمنتجات اللي هي بتقدمها، بتحسسها ان انت طبيخك مختلف عن اي حد باستخدامك المنتجات بتاعتنا. كل المحافظات كلها بتحب الاكل، كل المحافظات بتتابع عليا وكل المحافظات بتستخدم كنور فاين فودز، يبقى كل المحافظات من كل محافظة حد يكون بيمثل المنتج اللي بيشتغل بيه أو الأكل اللي بيطبخها في البيت وبيجي هنا على ترابيزة واحدة كلنا بندوق وبنقيم. أي ست بتحب الطبخ وعارفة إن دي حاجة جواها ومدفونة جواها بقالها كتير ونفسها تطلع الموهبة دي لكل الناس، فده الهدف بتاعنا إن احنا كنور اللي هي المنتجاتنا بتساعدها إنها تنمي نفسها وتطور من الطبيخ بتاعها، فهنا النهاردة بنقول لها إنها تطلع الشيف اللي جواها وتثبت لنا بقى إنها تستحق اللقب. اوجههم للطريق الصح بتاعهم اللي هم يهدوا خالص اكنهم شغالين في البيت، ده دورنا مش اللي انا اقسو عليهم وخلاص اديهم درجه وحشه او احبطهم، لا بخليهم يهدوا شويه ويبقوا ريلاكس يعرفوا يشتغلوا، محدش يتعور محدش يعمل مشكله حاجه تلسع الكلام ده. كنور بتساعد السيدات بما انهم اهم حاجه بالنسبه لهم الطبخ وان هي ترضي ولادها وجوزها في البيت وتحس ان يعني ان هم مبسوطين بان هي مامتهم بتعرف تطبخ، فهي بتساعدهم ان هم يعرفوا يطبخوا اكتر، بتساعدهم ان هم يعملوا اكلات سريعه وطعمها حلو وموفره. يعني وفرت عليا مجهود كم بهارات فظيعه، يعني بالذات خلطه الدجاج بحبها قوي. الموضوع متظبط، كل الماتيريالز موجوده وادعوا لي بقى. تجربه جميله ممتعه، يعني حتى لو ما فزتش يشرفني ان انا كنت موجوده مع الشيف علاء والشيف حازم وكنور طبعا في الاساس، وربنا معايا يا رب. كبيرة قوي 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 برقم 8 مدام فضه. فرحانة جدا، وطبعا كنور فاين فود انا بستعملها اصلا في بيتي، وهي طبعا يعني اللي ما بيطبخش بيها ما يعرفش ياكل. قولي لي هتعملي ايه بالجايزه؟ انا متمنيه من ربنا ان انا احج واطلع عمره وارضي الناس اللي كلها كانت معايا عشان ربنا يرضيني ويبارك لي فيها. امي عدنان، سي بي سي. ودلوقتي بقى هجهز النهارده مع بعض مشروبات لرمضان برضو ان شاء الله على خير، ان احنا عارفين برضو دهب عن الدنيا حر جدا فهنحتاج مشروبات كتير ومسكره شويه. تعويضا بقى عن الصيام طول اليوم، وطبعا هعمل كذا صوم بحيث كل يوم تطلعيه بمنتهى السهوله، مش كل يوم بتحضري عصير. يعني انا مثلا عندنا طبعا اساسي في رمضان بيبقى التمرندي والكركديه، ده اساسي. فانا هعمله بطريقه بسيطه جدا بحيث ان انت تطلعي الكيس من الفريزر على دورق الميه على طول. يعني هعمله بسكر وكل حاجه مظبوطه فيه ان شاء الله، انت ما عليكي هتطلعيه من الفريزر تفكيه لو في شويه ميه كده ودورق يكون ثلاث ارباع ميه ونزلي فيه كيس الايه العصير ده او كيس اللي انا اي نوع انا هعمله ده كده اسهل عصير بالنسبه لي. فالنهارده انا معايا كركديه وتمر هندي. اول حاجه انا جايبه لكم ما شاء الله مشروبات كتير جدا، فاول حاجه هعمل كركديه وتمر هندي. كركديه زي ما هو كده اللي هو الزهره دي زهره الكركديه، والتمر هندي مش اللي ابو سكر، لا العادي خالص بتاعنا اللي هو بيبقى كده في باكيتات دي. انا هجيب مثلا
اول حاجه عشان انا بحب ازود من اصناف العصير دي بقى بحبها انواع كتير، بحيث انا ممكن اشرب في اليوم نوعين، او ممكن النهارده نوع بكره نوع بعد بكره نوع، على ما توصلي النوع الاخير يبقى انت ايه اشتقتي له. حابه تعملي نوعين في نفس اليوم مفيش مشكله برضو، انا مسهلهولك جدا ان العصاير مفيده جدا جدا في رمضان، تعوضي الميه اللي فقدتيها طول النهار. وطبعا الاولاد انا عارفه العصير بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا. فهعمل مثلا نص كيلو من الكركديه مع نص كيلو من التمر هندي. انا هعمل طبعا كل حاجه لوحدها، انت ممكن بعد كده لما تحبي تعملي مشروب وتخلطيهم ممكن تجيبي مثلا دره كبير او حله كبيره مثلا لو عندك، حطي فيها ميه، حطي كيس من التمر هندي مع كيس من الكركديه، فبيديكي مشروب جديد برده حلو جدا. فانا هجيب حلتين كده على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب مثلا على النص كيلو الكركديه نص كيلو سكر او 3 كوبايات من السكر، ونفس الحكايه 3 كوبايات من السكر على نص كيلو الايه التمر الهندي. هجيب الكركديه احطه على السكر ده كده، والتمر الهندي احطه برده هنا كده اقطعه بس، ده البذر بتاعه طبعا بعد كده ايه ممكن يتصفى طبعا، ده اكيد كده كده هيتصفى، انزله عليه كده. ماشي، ابدا اقلب في السكر بالكركديه والسكر يمكن احنا عارفين احنا الطبيعي بنحط ميه على النار تغلي وبعدين نحط عليها الايه الكركديه او التمر الهندي ونسيبه يغلوا مع بعض او ننقعهم في ميه بس. احنا هنا لا، انا حاجه هخليه زي الشربات، ماشي، انا بعمله حاجه زي الشربات كده وبعدين ابدا احطها في الفريزر. فابدا بس يبدا اللي جابك هنا ده تمر هندي، يبدا السكر يكرمل مع كل واحده في دول تمر هندي والكركديه، وبعدين انزل عليه الميه واسيبهم يغلوا مع بعض لمده حوالي مثلا سيبيهم يغلوا نص ساعه، انا عايزاه يتقل جدا. ماشي، معانا ام ريم، اهلا وسهلا. الو الو، اهلا يا ام ريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ الله يسلمك، ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ربنا يخليك، انت ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. لو سمحتي كنت عايزه اعرف طريقه قدره قادر. حاضر، عينيا. وطريقه التورته العاديه. عينيا ان شاء الله، حاضر. ليكي سؤال تاني؟ شكرا. شكرا، كل سنه وانت طيبه. اه بص، يبدا بقى السكر كده يكرمل. طبعا الكرمله دي بتديني تحميصه للحاجه اللي انا بعملها برضو. يديكي بقى طعم تقيل كده للكركديه او طعم تقيل للتمر هندي، طعم تقيل كده حلو قوي ان شاء الله يعني. واشتغلي برضو في حلتين كده بحيث تكسبي وقت معانا، ان احنا عندنا حاجات كتير، فانت نفس الحكايه اعملي كده برضو، حطي حلتين على النار ما تقفيش على حله واحده، واشتغلي مع الاثنين مع بعض. كده بس اقلب حلو قوي. هيخش السكر بقى على اللون الغامق، ابدا اديها الميه على طول، مش غامق قوي يعني، ما خليهوش بني يعني، خليه بقى ايه مصفر كده بس، كله يسيح مع بعضه كده، وابدا ادي له حوالي 3 لتر ميه يعني. الخروب الكركديه او تمر هندي النص كيلو هندي له حوالي 3 كيلو ميه، 3 لتر ميه، لان انا هسيبها تغلي كتير قوي، هسيبها تغلي حوالي نص ساعه، فطبعا الميه هتتبخر وهيتقل معايا قوي ان شاء الله يعني. كده بص اللون دوت، بص اللون بتاع التمر هندي اهو، طبعا ده اسرع لان النار بتاعته هي بس الكبيره، هي اكبر، العين بتاعته اكبر، فاللون ده بس كده اهو هيبدا بس اللون، اوريكي درجه اللون. اللون البني الفاتح
وابدا اديله حوالي 3 لتر ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. واسيبه بقى يغلي على النار لمده نص ساعه على الاقل. انا عايزاه يبقى ايه مركز وتقيل. هو سيبيه كده هيفك، حتى لو هتلاقيه ناشفه كده السكر لزق هيفك دلوقتي كله من الغليان كده مع الكركديه. تمام. برضه بدا اهو خلاص، هي العين اوطى بس بدا خلاص ان هو كمان ايه يتكرمل معايا السكر. طبعا واضح قوي في وسط الكركديه، اول برضه ما الاقي لونه بدا ان هو يكرمل يديني سنه الكرمله دي. عارفين بقى سنه الكرمله دي بتديكي طعم حلو، بتديكي طعم جديد للكركديه والتمر هندي. وزي ما اتفقنا انا هصفيها، ده هصفيه على طول، انا بسيبه كده يعني هغليه نص ساعه واسيبه بره يبرد وبعدين ابدا اصفيه بمصفى. اللي يطلع بقى ابدا اكيسه. التمر هندي لا، التمر هندي لازم اصفيه كويس جدا، يا اما اضربه في الخلاط وبعدين اصفيه. طبعا اريحك بقى. بس طبعا مكرمل ايه؟ بص عامل زي الصخر تحت ازاي؟ فسيبوه ياخد راحته، هو هيدوب لوحده مع الميه. معانا مريم، اهلا وسهلا يا مريم. ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. انت طيبه، انا بحبك قوي على فكره. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. ليكي سؤال يا مريم؟ الشوكولاته. كيكه الشوكولاته، حاضر عيني. شكرا ليكي يا مريم، كل سنه وانت طيبه. اهو بصوا كده خلاص، اهو بدا ايه يلون معايا السكر، وهديله برده الميه. اهو بصوا كده، انا بس عايزه برده ريحه الكرمله في الكركديه بتاعه السكر. السكر لونه بقى بني شويه، وراح مديله برده 3 لتر ميه على نص كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، واسيبهم بقى نص ساعة يغلوا على النار، ده وده، تمام كده؟ طب دلوقتي هطلع فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل خزين العصائر، وفاصل ونواصل. على قد الإيد. ورجعنا من الفاصل، وطبعًا الكركديه والتمر هندي لسه على النار. طبعًا بصوا برضو زي ما قلت لكم العين دي أعلى من التانية، ممكن أبدل شوية برضو عشان ألحق بس أقدمه لكم. بص اللون بيبقى حلو ازاي بقى؟ اللون بيبقى حلو زي تشتريه كده من بره لما تخشي مكان وتشربي، او تروحي حد عند بتاع عصير القصب وتقول له عايزه تمر هندي. بس طبعا هم هناك ما بيعملوش التمر الهندي ده غير في المحلات الغاليه بس، المحلات اللي لا سعرها عادي بيعملوا التمر الهندي اللي هو باللون والسكر والطعم، انما ده ممكن تلاقيه في المحلات الغاليه بس بيعملوه بنفس الطريقه دي. عشان بص تلاقي اللون بقى بتاعه حلو قوي. احط الكركديه كده برده هنا على العين العاليه شويه عشان يبدا يغلي معايا، وده كده كده بيغلي فيعيش حياته. تمام. طيب انا هنا هاجي دلوقتي عايزه اعمل بقى كمان مشاريب رمضانيه جميله جدا اللي هي الخروب والدوم. عندي خروب وعندي دوم، طبعا هتجيب نفس الحكايه، عندي مثلا نص كيلو من الخروب مع نص كيلو من الدوم. طب دول هنعمل فيهم ايه؟ عندي خطوتين ممكن اعملهم، ان انا ممكن احمصهم بنفس الطريقه دي، ان انا احطهم على السكر وبس على النار مع في الحله، وممكن الاحسن ان انا احطهم في الفرن، برضو الفرن بيديهم ريحه جديده وطعم حلو جدا. فممكن اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب اي صينيتين كده، هجيب هنا الدوم
طبعا بتشتريه مفصص جاهز كده، قولي حوالي نص كيلو. الخروب لو عندك ورق زبده حطيه، ما عندكيش مش مشكله، بس لو ما عندكيش لازم على طول اول ما اطلع الخروب او الدوم من الصينيه على طول اروح ايه دلقاهم في الحله على طول. طيب انا عندي ورق زبده بس انا مش هستعمله لان انا كتير مش بلاقوا، يعني كتير بيقولوا احنا مش بنلاقي ورق الزبده ده، خلاص مش مشكله خالص، مش لازم ورق زبده. عندنا خروب وعندنا دوم، ماشي، عندنا اهو ده الدوم وده الخروب، افرده كده في الصينيه واروح جايبه سكر. ولا معلقه، ارش عليه سكر كده، يعني مثلا لو نص كيلو خروب بحط عليه كوبايه من السكر كده، لو نص كيلو من الدوم برضو نفس الحكايه كوبايه من السكر اكرمله بيها. وابدا ادخلهم الفرن، بس زي ما بقول لك كده اول ما يطلع على طول انزل وهو سخن كده من الصينيه عشان ما يلزقش فيها، افرجي لزق منك ولا حاجه، عادي جدا، حط شويه ميه وسيبيها هتلاقيها فكت لوحدها، ماشي، احنا بنقعد كل الاحتمالات. فادي كده بصوا بقى، ادي كده بصوا اهو، بصوا بدا يغلي زي الكركديه بقى، وبرده هيديكي لون احلى من الكركديه العادي اللي ملوش ايه شكل شويه. هنا بقى عندي كده ادي الخروب وادي الدوم اللي كانوا في الفرن وطلعوا، طبعا مش دلوقتي انا عاملاهم قبل الحلقه خلاص، فهناخدهم بقى كده على حله، وزي ما بديك ورقة زبدة مش ورقة زبدة مش مشكلة خالص. أنا حاطة لها قد إيه سكر؟ حاطة لها كوباية، يبقى هزود. وهنا نفس الحكاية في الدوم. مية. يبقى انا عملت الخطوه دي ازاي بقى هقول تاني. انا يا دوبك حطيت على نص كيلو كوبايه سكر، حطيت فرشتهم في الصينيه كوبايه سكر ودخلتهم يتحمصوا لغايه ما احس ان بدا السكر يلون معايا، خلاص بطلعهم لو من غير ورق زبده على طول بنزل من الصينيه، بس خلي بالك منها كويس جدا. حابه تعمليهم زي ما عملت التمر هندي والكركديه عادي جدا حمصيهم، بس كل حاجه ليها ريحه وليها طعم، يعني حطت الفرن دي ريحتها غير دي، فلو انت حابه زي ما انا عملت كده تعمليهم في الفرن وتحمصيهم في الفرن حلو جدا، حابه تحطيهم على النار وتحمصيها مع السكر برضو ماشي. انا هنا بقى اولع بس ده كمان، هحط حوالي برضو هنا 2 لتر ميه او 3 لتر ميه حسب ما انا عايزه الحاجه مركزه معايا. معانا ميرفت، اهلا وسهلا. احلى صباح بنت الملاح. يا صباح الفل عليك، ازي حضرتك؟ صباح الهنا، معاكي ميرفت زلابيا يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ايه اخبار الزلابيا معاكي؟ لا انا خلاص والله عاملاها، انا قلت بلاها زلابيا نعمل ليه؟ ما انا عملتها لك تاني. انا ما شفتهاش. طيب هنعملها تاني في رمضان ان شاء الله ضروري. خلاص؟ لا انا قلت كل سنه وانت طيبه الاول حضرتك. وانت طيبه ربنا يخليكي. وجميع الفريق العمل كله بخير يا رب. الله يكرمك. الامه الاسلاميه جميعا. الله يكرمك، وانت طيبه يا حبيبتي ربنا يخليكي. انت ايه اخبارك؟ ست نجلاء تعملي القصايص وبلاها زلابيا بقى. لا 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 هتعمل كده مش هتنط ولا تروح ولا تيجي. لا لا هتعملي الزلابيا ان شاء الله في رمضان وهتعمليها احلى من اي حد ان شاء الله على خير. ربنا يخليك يا ست نجلاء. الله يكرمك يا رب. منوره الشاشه والله. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه ربنا يخليكي. شكرا. وانت طيبه يا حبيبتي وبخير. يا رب احنا وانت. انت بتقولي لي لو سمحتي طريقه الليمون السريعه كده، سريعه سريعه. الليمون ايه التخليل؟ اه اللي هو يستلي على طول كده، حاجه سريعه سريعه كده. السريع قوي بس انت عايزاه، طب عايزه حبه البركه وعصفر ولا عايزاه ساده؟ اي طريقه اللي حضرتك طبعا تعمليه يعني انا هعمله، بس يعني حاجه تكون سريعه يعني.
طب هقول لك طريقه سريعه وحلوه لناخد اتنين مع بعض، ايه رايك؟ اوكي ماشي. طب اقفلي وانا هقول لك عليه. حاضر. إيه طيب، قبل ما اقولها على طريقه الليمون، انا كده حطيت الخروب وحطيت اللي انا محمصاه في الفرن مع السكر، زودته بالسكر تاني، وكمان نفس الحكايه الدوم اللي برضو حمصته في الفرن، حطيت له سكر وميه وبدا ان هو يغلي على النار. طبعا الحاجات دي كلها لازم تبرد تماما قبل ما احطها في اكياس. انا بسيبها تغلي لمده نص ساعه. ليه؟ عشان تبقى مركزه جدا. بخار الميه اللي بيطلع ده كميه من الميه اللي انا حطاها، فمركز جدا. لما اجي بقى احط الكيس اللي انا هعمله دلوقتي وهوريكم ازاي ان انا اعمله بطريقه معينه، ان هو يبقى مطول كده بحيث يبقى زي الاسطوانه مثلا، لما اجي اي دوره عندي انزل فيه كتلة التلج بتاعه العصير وعليها ميه بس. تمام كده؟ فعايزاه عشان كده مركز، هسيبه يغلي نص ساعه. تمام. طيب هقول لك طريقه الليمون المعصفر اللي بطريقه سهله، يعني هديك ان شاء الله كده وصفه تبقى الاثنين مع بعض حلوه وسريعه وسهله ان شاء الله، يعني تعجبك جدا. انت هتجيبي مثلا هاتي كيلو ليمون، ما تكتريش، في رمضان برده المخلات دي مش بناكلها كتير قوي. هتجيبي كيلو ليمون وقطعيه اربع تربع زي قطعي برتقانه بالظبط. تمام. كيلو ليمون قطعه اربع تربع، حطه في حله زي كده، وهحط حوالي نص الحله ميه. يعني قولي مثلا لو بالظبط قولي حطي لترين ميه. خلاص، كيلو الليمون عليه لترين من الميه، وتحطيهم على النار. كيلو الليمون بعد ما قطعتيه اربع تربع كده هتحطيه على النار، يا دوبك هيغلي غلي غلوه اطفي عليه. خلاص سهله. قولي بقى الليمون نط مني، مش هنط منك المره دي ان شاء الله. اربع تربع حطيته مع 2 لتر ميه على النار، غلي اشيله، غلي بس غلوه واحده. طيب انا دلوقتي عايزه اعمله بقى بالطريقه السهله الحلوه. هجيب عصفر وحبه البركه. هتجيبي حوالي 3 معالق كبار عصفر على معلقه كبيره حبه البركه، مش هنكتر. الحاجه برده لما تكون لطيفه كده في المظبوط بتبقى حلوه جدا. تمام. مع نص كوبايه ملح، نص كوبايه ملح، 3 معالق عصفر، معلقه حبه البركه، اخلطهم ببعض. تمام كده. هتجيبي فلفل احمر، فلفل حامي احمر، ما تجيبيش برده مش كتير، يعني هنجيب 4 قرون فلفل حامي احمر، وهنجيب حوالي ربع كيلو فلفل حامي صغير لو انت حبه، مش حبه بلاش. يعني الفلفل الحامي ما يكون معلهم بقى حلو قوي، بس في ناس ما بتحبش الفلفل الحامي كتير، فخلاص هم 3 قرون على كيلو كله قرون احمر. خلاص كده. هروح واخده بقى الفلفل الاحمر ده حطاه في الخلاط، وحاطه معاه لتر من ميه الليمون اللي انا سلقاها. يعني جبت حله الليمون اهو، طلعت منها الليمون، بقى عندي ميه الليمون اللي انا غليته فيها غلوه، اروح واخده منها لتر حطاه في الخلاط، وحاطه معاه 3 قرون فلفل احمر وضربتهم في الخلاط. تمام كده. رحت جايه بقى ده وحاطه عليه العصفر وحبه البركه والملح، واديهم ضربه بسيطه بس كده، ضربه صغيره، يعني الف الملح بس مع الميه دي. اجيب الليمون وبعدين احطه في طبق كبير واسع وانزل عليه اللي في الخلاط ده واقلبيهم مع بعض. انت صعبه؟ مش صعبه ان شاء الله. حطيهم بقى في بطرمان وانزلي عليها بكل كميه الميه، يعني غطيه بقى، ولو حسيتي مثلا الميه دي مش مكفيه كملي من ميه سلق الليمون، ما تجيبيش ميه من بره خالص. انا بستعمل ميه سلق الليمون ده في يومين، يعني ان شاء الله لو عملتيه النهارده على رمضان ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله تاكلي منه. ماشي. دي طريقه سريعه وسهله وما فيهاش اي حاجه، انت مجرد تسلقي الليمون غلوه، شلتي الليمون من ميته، سبتي الميه زي ما هي، خدتي من الميه حطيتيها في الخلاط، حطيتي معاها 3 قرون من الفلفل الاحمر، ضربتيهم في الخلاط، بعد كده رحتي منزله عليهم نص كوبايه من الملح مع 3 معالق عصفر ومعلقه حبه البركه، لفه واحده ونزليها، رجعيها للليمون اللي في الطبق وقلبيهم كلهم مع بعض، نزليهم في البطرمان، حطي عليهم كل كميه الميه اللي في شفشق الخلاط دوت، وبعدين لو حطي ميه تاني هنزودها من الحله. رجعت لك اهو مرتين. تمام كده. طيب انا طبعا هسيب كل ده يغلي وهطلع في فاصل، وهنرجع مع بعض نكمل وصفاتنا ان شاء الله بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من فاصل. بصوا بقى انا عملت ايه، بصفي الكركديه والتمر هندي بالمصافي دي العاديه بتاعتنا دي خالص كده. ماشي. طبعا هي بتتهرد بقى لها نص ساعه بتغلي، فخلاص مش مستحمله يعني. تمام. بس نجيب الميه بتاعتي دي عشان نعمل بقيه المشاريب. انا عارفه رمضان هقضيه كله شرب، هنعمل الاكل كده تقضية واجب بس. بصوا بقى كده ونسيبها شويه، ما تستعجليش عليها، سيبها تصفي براحتها
وادي الكركديه نفس الحكايه. بصوا بقى تقيل جدا، هسيبه كده بس شويه وبعدين. وطبعا الخروب والدوم على النار دلوقتي لسه بيغلوا برده، برده هسيبهم نص ساعه يغلوا. تمام، طيب سيبهم يصفوا على جنب وهيهدى. انا طبعا مش هقدر احط حاجه في كيس غير لما تبرد تماما، تبرد تبرد تماما ابدا ان انا اعملها. طيب نيجي بقى دلوقتي هنعمل مشمش وخوخ اللي موجود في السوق دلوقتي، مشمش كتير جدا هنعمل بيه امر الدين، والخوخ موجود برده يعني عصير، وحابه تعملي منه مهلبيه هنعمل مهلبيه. انا عندي مثلا هنا كيلو من المشمش، كيلو من الخوخ. تمام، هعمل ايه؟ الخوخ طبعا بشيل منه البذر. انت بتشيلي منه البذر ازاي؟ تجيبي الخوخه تبداي تفتحيها كده وتعوجي بس السكينه كده كده، فهتروح مفتوحه بالمنظر ده. ماشي، وراح شايله منها البذره كده. اهي كده تمام. تاني الخوخه كده اجيبها وابدا امشي كده مع مكان الزرعه، امشي كده وبعدين اجيب السكينه كده واعوجها كده. اجيب السكينه كده واعوجها كده عشان اطلع منها البذره بسهوله، واروح ماسكه بالسكينه كده ومطلعه البذره تطلع معاك على طول ان شاء الله. ماشي، اعمل الكيلو كله بالمنظر ده. اروح جايبه حله، طبعا انا لميت حلات القناة كلها النهارده. ماشي، شكرين. اجيب كيلو المشمش احطه كده على النار. كيلو المشمش عليه حوالي برضو كوبايتين سكر، معقولين قوي، كوبايتين من السكر، كوبايه واحده ميه، كوبايه واحده ميه بس. كيلو الخوخ اللي انا شلت منه البذره بنفس الشكل، كيلو الخوخ انا طلعت منه البذره ومعاه كوبايتين من السكر، كوبايتين من السكر وكوبايه واحده ميه على الكيلو، مش هكتر. ليه بقى؟ دي فاكهه وبتطلع الميه بتاعتها كمان. نظبطها بس كده في نفوتي راحت. تمام كده؟ طبعا يعني بص ديت عشان ايه؟ النار بتاعتي ضعيفه برضه، ابدل برضه ادخل اللي بيغلي، لان اللي يغلي هيستمر ان هو يغلي عادي جدا، انما ده بقى لسه ايه؟ عايز يقول حاجه، لسه ما قالش. نجيبه على النار الاعلى، النار الاوطى دوت، واحط ده على الاعلى علشان يلحق يغلي معانا. تمام، بسيب الحالتين دول بقى المشمش والخوخ يغلوا لمده ربع ساعه، مش كتير قوي بس ههريهم شويه. تمام كده، زي كده. ادي الخوخ وادي المشمش، ادي كده. بصوا المشمش اتهرى خالص ازاي، سبته حوالي ربع ساعة على النار، يعني مش غلة واحدة وبس. وادي كمان الخوخ، هنا بس الجهة هنا ايه على الخوخ والمشمش، عصرة ليمونة وعصرة ليمون، نص ليمونة نص ليمونة، يعني هنا كده نص ليمونة وهنا نص ليمونة. تمام كده، بس كده. اجي برضو قبل ما اشيله في الفريزر، طبعا ممكن تشيليه كده في الفريزر وتطلعيه تضربيه في الخلاط، بس انا عايزه اسهل عليكي، يعني انا ممكن لو حطاه كده في اكياس ويا دوبك اطلع الكيس من الفريزر اسيبه يهدى شويه واروح حطاه في الخلاط وحطاه مع ميته مع كل حاجه. انا مش عايزه اعمل كده، انا عايزه يا دوبك تطلعي الكيس من الفريزر وتروحي حطاه في دورق الميه على طول، يعني دورق الميه مثلا
يكون نص ميه او ثلاث ارباع بس نص، يبقى يعني عارفين ثلاث ارباع هيبقى اخف شويه بس والله مش وحش كله حلو. واروح حاطه فيه الكيس بتاع التلج ده اللي انا عاملاه منه، هيسقع الميه حتى لو الميه مش ساقعه وهيسكرها ويعمل لك عصير في منتهى السهوله. يعني ده انا بعمل حوالي زي الشربات كده. فانا هنا اشد دلوقتي اجيب بس الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب هنا الخوخ اللي انا عندي انزله في الخلاط. اقول دلوقتي ازاي يعني. ماشي، انا كده بالسكر حابه بقى ازود السكر شويه. انا حاطه هنا ايه، حاطه كوبايتين سكر على كيلو. انا بالنسبه لي السكر ده هيبقى حلو قوي. في ناس لا بتحب السكر يبقى اكتر، فزي ما انت عايزه تحب السكر اكتر زودي السكر هنا. انا مش عايزه اعمل اي حاجه خالص خالص، ان انا بطلع الكيس احطه في ميه بس، بسهل عليكي خالص بقى ان شاء الله. ماشي كده، طبعا انا بضرب فيه حلو قوي علشان ايه، بص ابتدى القشره نزل منه ازاي. دلوقتي ده انا ضربته حلو قوي عشان القشره اللي فيه تروح، طبعا في قشره انا ما قشرتوش بقى، خليته زي ما هو. طبعا لو حابه بعد ما يستوي هتطلعي القشره منه، لو عرفتي تطلعيها طلعيها، ما عرفتيش لا الخلاط هيقوم بالواجب ويضربها كويس جدا كده. معانا مروه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك؟ انا وانت طيبه. وانت طيبه، ربنا يخليك. كريم علينا وعليك يا رب. ازيك؟ عامله ايه؟ ايام بخير وعلى اولادك وعلينا وعليك كل اهلك ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. بعد اذن حضرتك يا شيف نجلاء، انا كنت عايزه اسال على الكركديه والتمرين دي اللي في الاول. حاضر، هقولك تاني. حاضر عينيا. لا مش انا مش عايزه اعرفهم تاني، انا شفتهم بس. انا والدتي مريضه سكر، فانا يعني ممكن اقلل لها السكر عن كده؟ طبعا طبعا، انت بتحطي السكر اللي انت عايزاه. كميه السكر اللي انا عايزاها. طبعا حطي كميه. يعني انا عامله التحليه دي علشان يا دوبك انت هتحطيها في دورق الميه على طول. انت حابه السكر يبقى اقل من كده قلليه خالص، انت بس مجرد تكرمليه مع على النار بس. يعني ممكن النص كيلو دول تحط لهم اقل كتير من انت عامل. ماشي. بس ده معلش انا عاملين غيره مش مهم. تمام. بصوا بقى ربطة الكيس، يعني الحبه قد دول هيعملوا نص دورق كده، فاخليها لتحت كده. وممكن لو تحب تقلي، بس انا عايزاه يبقى بالسمك ده بحيث ان انا اقدر انفذه من البوز بتاع الدورق يعني كده. بصوا كده وراني دلوقتي، انا كده هنزل دي لتحت قوي كمان. لا انا عايزاه كمان، انا عايزاه رفيعه، مش عايزه ادي فرصه للعصير ان هو ينتشر ويبقى ايه، ياخد مكان واسع. لا انا عايزاها زي المستطيل كده او زي الاسطوانه كده. اصغرها قوي كده، ماشي كده. واروح ايه يعني بحيث لما يتلج اقدر ان انا انزله جوه الدرق كده، التلج ما يحشنيش جوه الدرق كده. بس طبعا هفكه من الكيس. الكيس ده تحت الميه كده هتلاقيها بقى التلجه. التلجه دي خديها وحطيها في الدرق في ميه. خلص كل ده كده، اعبيه في اكياس بالشكل ده كده صغيره. ولو حابه الناس لا انا عايزاها اتقل او عايزاها اكتر، احط كيسين. بس انا مش عايزه يعني، قيسي على حجم بق الدرق اللي عندك واشتغلي عليه كده. وكل حاجه انا بحطها بارده، كل حاجه بحطها بارده. نفس الحكايه في المشمش، هعمل كده، هاخد نفس الحكايه عشان ياخد اللي هنا شويه. كده تحاوليني.
ماشي ادي كده. طبعا بقى بتعملي كيلو بتعملي 2 كيلو زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه الكياس لا تتعدى هذا الموضوع. ان انا ممكن انزلها انا عشان ما استناش بقى تسيح وعملت ايه، لا انا عايزاها في اسرع وقت. انا جايه من الشغل خلاص مثلا زي حالاتي كده لما هاجي من الشغل متاخر قوي، حالاتي الساعه 4 من 4 ل 5 ونص على ما اروح يا دوبك على الفطار، اطلع الكيس احطه كده خلاص خلصت تمام. فنفس الحكايه هعملها في المشمش دلوقتي. طب ودلوقتي هطلع بس فاصل وهنرجع بعد فاصل نكمل مع بعض. فاصل ونواصل. على قد وجينا فاصل. بصوا بقى بنحط مع بعض الايه، ادي الكركديه والتمر الهندي عماله اصفي فيها اهو برده في اكياس بالشكل ده، اكياس مش كبيره. لو عايز تحطي كيسين حطي كيسين لما تحبي تعملي يعني كميه اكبر، بس تستنى لما يبرد وبعدين نبدا نعبيهم كده زي ما انت شايفه كده. طبعا ده تقيل جدا، انت بقى هتوزنيه مع نفسك. يعني انا دلوقتي انا عاملاه كده حبه اهو وفيها سكر كتير وتمر وكركديه كتير، انت بقى مع نفسك كده هتبداي ان انت ايه. طبعا اللي عنده سكر بيخلي باله، زي استخدمنا كده مقالب بتخلي بالها ان هي ما تزودش السكر، ممكن تغليه وتشيله حتى من غير سكر خالص وتغليه حلو قوي بس كده وخلاص ماشي. يبقى عندها جاهز مغلي تطلعه برده تحطه في الميه على طول تمام. طب انا عايزه اقول حاجه مهمه بالنسبه للمشاريب الطبيعيه اللي احنا بنعملها دي، اللي هو الكركديه والتمر هندي والخروب والدوم والحاجات دي كلها، ما تكترش. انا بقول احنا طبعا احنا بنعيش على العصاير، بس ما تكتريش من نوع واحد. يعني ما تجيش مثلا انا عطشانه واروح واخد 3-4 كوبايات كركديه، صعب جدا. الحاجات دي عامله زي الادويه خلي بالك، فصعب جدا اعمل الحكايه دي. كل الاصناف اللي احنا بنعملها دي كوبايه منها تفيد كوبايتين تضر، كوبايه منها تفيد كوبايتين تضر. عايزه تشربي كذا حاجه اشربي انواع كتير ماشي، اشربي كذا نوع. ما تجيش الكركديه اشرب 4-5 كوبايات او تمر هندي 4-5 كوبايات، لا ما تعمليش كده خالص، كوبايه واحده. يعني الاحسن لو انا مثلا عايزه عصير كتير النهارده ما طلعوش كله كركديه، لا انا هطلعه واحده كركديه وواحده تمر هندي يتوازنوا مع بعض، واحد ترفع الضغط وواحد تهبط وتنزل الضغط كده يعني فاهم ازاي. فالحاجات دي مهمه جدا علشان ايه، زي ما قلت لك كده دي حاجات يعتبر من حاجات علاجيه شويه. فانا هشرب وكل حاجه بس قليل. طب انا عايزه اشرب عايزه بقى تخفيه ميه، ماشي مش مشكله خفيه ميه قوي واشربي عادي كانك بتشربي ميه، انما ما نجيش نتقله ونروح ايه ونروح شاربين منه كتير. بصوا بقى التمر هندي بنفضل ندعك فيه كده في المصفى دي كده نقلب كده. بصوا اعمل زي العجين ازاي كده كده، وهتلاقي بقى نزل هنا كده ايه الخلاصه برضو بتاعت التمر هندي، انزلها في الميه بتاعتها كده وابدا اضغط تاني لغايه ما انزل اغلبيه الخلاصه دي، ما اخليش فيه عجين كده فيها، لا انزل ده كله. اللي هيبقى معايا هنا بس البذر، وهيبقى معايا الايه الشوائب الرفيعه بس او القشره بتاعت التمر هندي. فانا كل شويه ده بقى بياخد معايا فتره شويه في التصفيه، فانا معايا هو واحده واحده كل شويه اعمله كده ماشي، واسحب اللي تحت كده الخليط ده كده وانزله في الميه. هسيبه دلوقتي شويه عشان بس ما اقعدش طول الحلقه اصفي فيها، واجي دلوقتي انا عندي الايه في كمان اهو، ادي خلاص انا غلي بقى غامق جدا. عايزه اوريهولك بس فين المصفى ده كده الايه ده الدوم وطفيه ماشي متشكرين. الدوم خدها كده بسم الله الرحمن الرحيم صفيها. بص اللون بقى بتاع الدوم عامل ازاي، ده من كرملته في الفرن او لو عايزه تكرمليه على الايه في الحله زي ما عملت مع الكركديه والتمر هندي. خلاص كده واسيبها بقى تبرد خالص وبعدين برضو اروح ايه حطها في اكياس. طيب انا هعمل كده وهسيبها دلوقتي تبرد.
وبعدين احطها في اكياس زي الكركديه وزي المشمش وزي الايه، بصوا المشمش والخوخ شبه بعض شويه، بس في واحده بقى اغمق من واحده، فنحاول نفصل الكياس او اكتبي عليهم تمام كده. طيب طبعا ده انا اشربه خلاص ماشي كله حلو. ده برضو هجيب له دلوقتي بوله، خليها دلوقتي كده بس تبرد عليها بارده. ده الخروب اصفيه برضو كده، اجيب له وسط بوله ومصفى اصفيه. طيب طبعا كده خلاص، هي ما فيش فيها اي عمايل تانيه خالص غير ان انا بطلع من الفريزر واحط في دورق ميه وبس، ما فيش حاجه تانيه خالص. طيب هنعمل مع بعض بقى دلوقتي في عصاير حلوه قوي بتتعمل سهله وبسيطه جدا، زي مثلا الكانتالوب موجود كتير جدا باسعار قليله قوي. ده برضو تجيبيه هتقطعيه بالشكل ده، حطي عليه سكر في اكياس ولا اكتر ولا اي حاجه تاني، هتطلعي بقى ده كيس على الخلاط. طب حابه تخلطيه من دلوقتي اخلطيه، مفيش اي مشكله برضو، بس انا بفضله ان انا اطلعه على الخلاط ده اكتر، يعني مش عارفه ليه بس انا بفضل كده يعني. بس لو انت حابه انك تعمليه كده تروحي حطاه في كيس ومعاه شويه سكر اوكي، عايزه تضربيه في الخلاط بس ده مش بيحطه على النار بقى، دوت زي ما هو ني كده. حط كده بس انا مقطعاه كده زي ما انتم شايفين كده، ونعمل برضو قد ايه، قد شفشق خلاط كده. تمام، حط عليه شويه سكر برضه، يبقى حتى على الاقل جهزته بسكر بس، كفايه عليه كده كده. حطها بقى اكياس نفس الحكايه بالطريقه دي. طبعا الكنتالوب ده في منه احمر وفي منه الاخضر، ده بتعمل اللي انت عايزاه. نعمل بقى، هعمل كمان مشروب شهير جدا جدا، شاكرين يا احمد جاب لي جاب لي بقى البوله والمصفى، قال لي لا اعمليهم دلوقتي، هو مصمم عايز يشرب منهم يعني. فحاضر، اطلعوا انتوا صاحيين ولا ايه؟ ماشي كده، انا بعمل على قد ايه شفشق الخلاط كده، معلقتين سكر كبار، وده يبقى جاهز للخلاط. حابه تعصري اعصري، بس لو عصرتي حطي عليه نص ليمونه، لو عصرتي هنعمل ايه؟ هنحط عليه نص ليمونه. طيب نيجي دلوقتي نشيل ده علشان ايه؟ نعمل الاكله او المشروب، ما فيش النهارده اكل المشروب المنتشر جدا جدا برضو في رمضان، وهو الصوبيا. احنا على طول برضو الصوبيا والتمر الهندي دي على طول بيتباعوا، حتى بتلاقيهم اللي بيفرشوا بيهم في الشارع ده، بس طبعا دي كل حاجه صناعيه يعني، دي تبقى صناعي الوان مع، حتى انا مره بتالي عملتها، عملت الكركديه التمر الهندي الصناعي ده اللي هو بالسكر واللون وريحه التمر الهندي، فالنهارده كله طبيعي في طبيعي يعني. فايه هعمل لكم الصوبيا اللي هي من اولها، بس اصفي ده ثواني، اصفي الخروب بسم الله الرحمن الرحيم عشان اسيبه يبرد والحق ان انا اصفيه. ادي الخروب اللي انا كرملته ماشي في الفرن كده خلاص. بسيبه يبرد برضو وبعدين احطه في اكياس بسم الله. طيب الصوبيا بقى اللي هعملها دي، الصوبيا من اولها خالص اللي هي الصوبيا من اساسها، مش الصوبيا اللي بنشتريها في الاكياس، اللي هي بتبقى عباره عن ايه، كوبايه من دقيق الرز، كوبايه من دقيق الرز، كوبايه جوز هند، كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، معلقه او خمس لو هتجيب الباكو يبقى خمس بكاوي من الفانيليا، والقرفه دي حسب الرغبه، دي في الاخر خالص يعني، ممكن بعد ما تعملي نفسها الصوبيا ترشي عليها شويه من الايه القرفه دي. يبقى هقول تاني المقادير، الصوبيا تشيلي القرفه مش مشكله، دي للتقديم بس، كوبايه دقيق رز،
كوبايه دقيق رز، كوبايه جوز هند، كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، فانيليا، حوالي 5 بكاوي فانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا. انت لو فضيتيهم هيدوكي معلقه صغيره مليانه بالفانيليا. تاني كده هقولهم بقى، انا هخلطهم بس خلطه جامده. انا جبت بس المطحنه بتاعتي، على فكره ممكن تقليهم كلهم على بعض وخلاص، بس انا الجوز هند عايزاه ان هو يختلط حلو قوي مع الحاجات دي، لان في المحلات برضو اللي هي بتعمل حاجات غاليه بتحط بودره جوز الهند. احنا مش عندنا بودره جوز الهند موجوده هنا، او حتى لو موجوده بتبقى غاليه جدا. فانا جبت جوز الهند العادي خالص، بس هطحنه طحنه حلوه مع المجموعه دي كلها. حابه تخلطيهم مع بعض مفيش مشكله، تمام كده. يعني بصي يعني احنا لو بنعمل من اساسه بس بالحاجات الغاليه شويه، بتبقى كوبايه دقيق الرز معاها كوبايه دقيق جوز هند. كوبايه دقيق جوز الهند دي مش عندنا او غاليه قوي، فلا انا استعوضتها بجوز الهند العاديه خالص، ان انا هطحنها حلو قوي مع الحاجه، حتى لو حسيت طعمها مع الصوبيا عادي حلو جدا برضه، تمام كده. فهنا هاخد كوبايه دقيق الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه جوز هند، كوبايه سكر بودره، كوباية لبن بودرة، معلقة صغيرة فانيليا أو 5 بكاوي فانيليا، وأطحن ده كله مع بعض. مين معايا؟ أم يوسف، أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذة نجلاء؟ ازيك يا أم يوسف، عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله، رمضان كريم. الله اكرم يا حبيبتي، الله اكرم. انت اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه بالصحه والسلامه ان شاء الله. الله يخليك. يا رب يا رب ان شاء الله. ليك اي سؤال؟ لا انا بسال عليكي انت، بسال عليكي. ربنا يخليكي، شكرا جدا ليكي، كل سنه وانت طيبه. واستنوني بقى في رمضان ان شاء الله الساعه 4 ان شاء الله على خير. هو بصوا كده، انا كل شويه رايحه جايه كده عشان ما يزهنيش التمر الهندي دوت، هو رخم شويه في تصفيته، فانا كل شويه اعمل حاجه وارجع له زي بيتنا بالظبط. بعمل كده برضه، لما اجي اعملها بسيبها كده وكل شويه اعمل حاجه وارجع له عشان ما يزهقنيش، لان لو قعدت اصفي فيه بتقعدي فتره طويله، فانا بسيبه ياخد راحته كده وبعدين ابدا ان انا ايه كل شويه ارجع له واصفي فيه شويه. تمام، نرجع بقى للصوبيا كده. تمام كده، كده خلطت حلوه قوي. انا يا دوبك بحط عليها ميه، يعني لما اجي اعملها بحط لها ميه بس. طب لو انت مثلا عايزاها لا دسمه اكتر او تقيله او مغذيه اكتر بحط لها ايه؟ لبن. انما هي طبيعتها هي كده، هي فيها اللبن وفيها السكر وفيها كل حاجه بتاعتها خلاص. انا يا دوبك بقلبها في كوبايه ميه وانتهى الموضوع على كده. كده بس ايه؟ عايزه معلقه يا ولاد. منال معانا، منال اهلا وسهلا. يا منال. ايوه معاك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله. والله انا كنت عايزه اعرف ازاي عملتي الكركديه وازاي عملتي التمر الهندي. حاضر عينيا. وكمان عايزه اعرف ازاي الملوخيه اعملها من غير ما تسود. هي تسود منك ليه؟ مش عارفه. لا ما بتسودش. نعم؟ لا يعني بصي امشي على الطريقه مظبوط. انت بتغطيها مثلا ولا حاجه؟ لا انا ما بغطيهاش، بس انا إيه؟ بجيبها فريزي. بتشيلها في الفريزر وتسود منك؟ كان قصدك في الفريزر ولا في الطبيخ؟ لا في الطبيخ. طب حاضر حاضر، هقول لك على الطريقه من تاني، وانا مش عارفه خطوه انها بتسود دي من ايه، بس حاضر هقول لك. هقول لك على الطريقه وراجعي المقادير من تاني. تمام كده، اهي بصوا كده، ادي الصوبيا حطها في بطرمان. دي برضو بستعملها على طول، طريقه الصوبيا العاديه خالص، في ميه في الخلاط على النار زي ما انت عايزه. لو تحبي تعمليها على النار حطي معلقتين كده على مثلا كوبايتين من الميه، ثلاث كوبايات من الميه عليهم معلقتين من الصوبيا دي على النار خلاص. حابه تعمليهم في الخلاط برضو ثلاث كوبايات من الميه عليهم معلقتين من الصوبيا دي، حلو جدا كده. تمام، طبعا ما شاء الله بتعمل لك ثلاث بطرمات من دول ولا حاجه. تمام كده، نرجع تاني
والتمر الهندي هقول لك عليه حضر تاني. التمر الهندي ده انا جبت التمر الهندي اللي هو الباكت وقطعته حطيته في حله، حط عليه كوبايه كوبايتين من السكر او 3 كوبايات من السكر، وبدات ان انا اقلبها لغايه هو الكركديه نفس الحكايه. حطيت الكركديه، حطيت تمر هندي، 3 كوبايات سكر، 3 كوبايات سكر هنا، نص كيلو نص كيلو، حطيت نص كيلو من الكركديه، وحطيت الورقه بتاعه التمر هندي كلها عليها 3 كوبايات من السكر، والكركديه نص كيلو حطيت عليه برده 3 كوبايات من السكر، وشوحتهم على النار لغايه السكر ما كرمل معايا واداني لون. حطيت عليه 3 لتر من الميه وسبته يغلي لمده نص ساعه. بصي بقى زي العجينه كده ابدا اصفي فيه لغايه ما احس ان كل بقى حاجه ما اسيبش فايده فيه ارميها ابدا. ماشي اهو بصوا بضغط كده عليها كده فتروح منزله في الايه في المصفى كده اهو، وما تقلش فيها ما زودش ميات كتير بس كده تمام. بعد ما يبرد خالص احطه في اكياس، كل كيس لا يتجاوز مثلا الكوبايتين تمام. طيب انا كده هفضل اقلب في ده لغايه ما اجري من الفصل وفاصل ونواصل. ورجعنا من فاصل، وبصوا بقى انا غرفت كل العصاير زي ما انتم شايفين كده، حطيتها في الاكياس، التمر هندي، الكركديه، المشمش والخوخ الاثنين مع بعض لون واحد قريبين جدا من بعض، والكنتالوب، وهنا في الخروب والدوم. طبعا هنا بصوا ده الدوم الفاتح شويه، الخروب الاغمق بالشكل دوت. وهنعمل بقى عرق اسوس. العرق اسوس ده يمكن مش بيتحضر، يعني العرق اسوس ده لا احنا بنعملها في ساعتها، بس برضو في ناس كتير بيسالوا عليه. طبعا الصوبيا عشان ننساها، عشان دي حاجه مهمه جدا من المشروبات، بس دي بنشيلها باودر زي ما هي كده. هنعمل مع بعض، شفتوا انا هفتح ترابيزه بعد كده قدام باب المدينه برضو، شوف هنعمل كده حاجه قدام باب المدينه حاجات قد كده. هناخد هنا العرق اسوس ده، انا هجيب مثلا لو هاخد منه كوبايه ده مش هخزنه، ده للعمايل بتاعه رمضان عادي. لو هاخد مثلا كوبايه من العرق اسوس حوالي كوبايه كده، رشه من الكربوناتو، طبعا ريحه تطلع على الزور على طول ما بتهزرش، شويه صغيرين من الميه نعجنها بيه كده بس، ما فيهوش طبعا هو طعمه مسكر ما فيهوش اي سكر بنحطه له، هو كده هو يا دوبك العرق سوس وعليه. نعم حاضر ماشي ادي كده بصوا كده عصير قصب. حاضر المره الجايه ان شاء الله نجيب لكم ماركه عصير قصب. ماشي كده هننزل بقى العجين اللي انا عملته ده كده، بصوا يا دوبك انا بليته، انزله في صينيه او في طبق او في اي حاجه بالشكل ده، دي من الخطوات المهمه جدا، وابدا افردها كده واسيبه. دي اسمها بقى عمليه تخمير، بسيبه حوالي لغايه ما ينشف، يعني بفرده كده بص اهو كده في طبق او في صينيه واسيبه ينشف خالص، وبعد ما ينشف بجمعه في شاشه وانزله برده في درق الميه بس، يعني كده بسيبه كده حتى بتلاقيه لونه غمق كده بعد ما يتخمر بتلاقيه لونه غمق. انا ما عملتش حاجه خالص، انا جبت كوبايه من العرق اسوس حطيت عليها رشه صغيره من الكربوناتو، عجنتها بشويه صغيرين من الميه، فردتها في طبق او في صينيه واسيبها بالشكل ده لغايه ما تنشف خالص، ابدا ان انا احطها في شاشه صغيره، شاشه كده والم عليها وحته قماشه بس تكون من نوع خفيف يعني تشرب طعم العرق اسوس، وهروح منزلها في دورق في ميه واسيبها بقى في التلاجة. يا سلام بتبقى فظيعه جدا ماشي. فبصوا بعد ما تنشف تبقى بالشكل ده، وكمان يعني انا عاملاها قبل الحلقه فبرضه لا تغمق اكتر من كده، بتبقى لونها بيخش على السمران تمام. بس كده يبقى كده خلص حياتنا النهارده. عملنا مع بعض بطرق مختلفه جدا جدا وقطع مختلفه قوي، التمر هندي، الكركديه، المشمش، الخوخ، الكنتالوب، الدوم والخروب، وعملنا السوبيا وكمان العرق اسوس. ويا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم وتنفذوها كلها وتنجح معاكم ان شاء الله على خير. طبعا سهله جدا. الى اللقاء.